ينضم إلينا مشاهدينا الآب الدكتور فادي فاضل مباشرة من باريس، وهو عميد الكلية الأمريكية لإدارة الأعمال بباريس. مساء الخير أبونا، اشتقنا لك. مساء الخير بولو، وأنا كمان اشتقت لكم. حضرتك من الأشخاص اللي حكيوا كثير عن المحكمة الدولية، حكيت كثير، وضعت بإطار القانون الدولي اللي هو اختصاصك. هذه المحكمة انطلقت أمس، استمرت اليوم، وبعد رح نشوف جلسات، انطلقت المحاكمات. كيف كانت مشاهداتك، وهل أتت يعني على قدر توقعاتك، خاصة أنه كانت يعني تبشر إيجابا بحلول هذه المحكمة؟ يعني فينا نقول وأخيرا انطلقت المحكمة بعملها القضائي وبالمحاكمة. نحن نعرف اليوم في ثلاث مراحل بموضوع المحكمة الدولية. أول مرحلة من 2005-2009 كانت مرحلة التحقيق الدولي، كانت الصلاحية هي بين إيدين السلطات اللبنانية، ولجنة التحقيق الدولية تؤازر السلطات بالتحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. عندنا مرحلة ثانية من 2009 لل 2014 اللي كان الادعاء هو صاحب الاختصاص، وتنازل السلطات تبني عن اختصاص لمصلحة المحكمة. واليوم من كانون الثاني الى 2015 يمكن 2016، من بعد ما الادعاء كمل ملفاته، صار في عندنا اليوم قضاة الغرفة الاولى بدرجة اولى سوف تنظر في عناصر قرار الاتهام وفي مقاربة الادعاء، ورح يكون في عندنا مقاربة موضوعية من خلال القضاة لحتى يطلع الحكم بهالموضوع. يعني فينا نقول واخيرا مسار العدالة بدأ بكل معنى الكلمة بهالموضوع اللي ناطرينه لنا 9 سنين. نعم، عم بيقولوا لي انه زميلنا شربي العبود صار جاهز معنا بلهاي. دكتور خليك معنا، شربي اللي حينقل لنا اجواء هالنهار بهيك اختصار سريع. شربي المساء الخير. تفضل. مساء الخير لك بولا ولدكتور فادي. انا بدي اعطي مثل ملخص صغير عن هاليومين من المحاكمه. اول شيء بدي اقول هاليومين الجلسات كانوا مخصصين للادعاء ولاهالي الضحايا ممثلين. بيبقى في من الجلسه التمهيديه الافتتاحيه يوم الاثنين، بس رح يكون يوم مخصص لفريق الدفاع، تحديدا فريق دفاع بدر الدين وعنيسر اللي طلبوا الكلام، وطبعا رئيس مكتب الدفاع. بملخص لهاليومين انا بقدر اقول انه يومين مختلفين بولا، نحن بلبنان ما تعودنا يمكن نشوف مثلهم. طبعا هدول اليومين ما خلوا ابدا من العواطف، باعتبار انه كثير قصص تداخلت وخلت عن جد الحاضرين والمتابعين من صحفيين، حتى الصحفيين الاجانب ايضا يتاثروا سواء بالمشاهد اللي شفناها، سواء بردود فعل اهالي الضحايا، بعائله وسام عيد اللي اليوم بالرغم كل شيء رجع قال بالمؤتمر الصحفي اللي عقدوه فرق الدفاع، الا انه حضور وسام لا يمكن تغييبه، الشهيد وسام عيد. حتى يعني اليوم والد وسام خبرني، كان متاثر جدا، يعني خبرني انه رئيس قلم المحكمه داريل مانديز اجى سلم عليه، شكره وقال له رح نشتغل ان شاء الله انه ينضم ملف وسام عيد للمحكمة الدولية، وقال له نحن كثير يعني منهنيك على كفاءة وسام عيد يلي ساهم لحد كبير بعملنا. فكان خليط من المشاعر، يعني اغلب الاهالي مثل ما حكينا امبارح واليوم كمان كانوا جد متاثرين، كان في كلمات مؤثره جدا سواء للمتر ندى عبد الساتر وايضا للمتر محمد مطر، وبطبيعه الحال لبيتر هينز الممثل القانوني لفرق الدفاع، كلام جد مؤثر. يعني الحقيقه اللي قالت ندى عبد الساتر انه كل طفل بيعرف مين قتل رفيق الحريري، وبيعرف مين قتل بيير جميل، وبيعرف مين قتل خيرة شهداء لبنان. اليوم اللبنانية ما بدهم بس يعرفوا، بدهم نكشف هيدي الحقيقة وتكون الحقيقة مدوية لنحط حد لهالمسلسل الإجرامي اللي استمر أكثر من 30 سنة وخسرنا بفعله خيرة من زعماء وسياسيي لبنان. هاي هي محصلة الأجواء. بعد بحب أقول بولا إنه يوم الأربعاء بعد ما تنتهي الجلسات الافتتاحية
ببلش بتبلش غرفة الدرجة الأولى الاستماع للشهود، وعنا 8 شهود واليوم أضيف شاهد، هن بالمرحلة الأولى طلب الاستماع لهم، طلبت المحكمة طبعا الاستماع لهم بناء لاقتراح الادعاء، وبالتالي فينا نقول أنه قطار العدالة بلش ولبنان دخل فعليا زمن العدالة. شكرا لك شرب العبود ويعطيك ألف عافية. بدي انتقل لعندك فار فاضل، مسألة الأدلة في هذه المحكمة حكى عنها الكثير، واليوم كان في طبعا مؤتمر صحفي لوكلاء الدفاع حكيوا عن الأدلة، حضرتك يعني كيف تنظر إلى دليل الاتصالات؟ هل بتشوفوا أنه دليل صلب أبونا في هكذا محاكمة؟ يعني أنا بتذكر المدعي العام السابق بالمار وقت حكي عن أدلة ظرفية في التحقيق، واكيد بالتعاون مع السلطات اللبنانية انذاك ولا سيما وسام عيد. اليوم سمعنا من مكتب الدفاع التكلم عن ادله ظاهريه، دونك صار في عندنا ادله ظرفيه ادله ظاهريه، والمطلوب اليوم وبتصور هذا السياق اللي احنا رايحين والمسار رايحين فيه راح يكون في عندنا ادله حسية، يعني أدلة بتفوت بمضمون الاتصالات لحتى تتكامل جميع العناصر ويقدر الادعاء يثبت التهمة على المتهمين. ما ننسى بعدنا اليوم ببداية المحكمة، يعني هذا ثاني يوم من المحكمة، بعدنا إذا بدك بتفسير للقرار الاتهامي اللي صدر سابقا، بعد ما تعدينا الإطار بعدنا عم نحكي بتفاصيل مهمة بس ضمن سياق الأدلة الظرفية والأدلة الظاهرية اللي نتأمله، وهالشيء أكيد نحن ما بنعرفه هلا لأنه ما عندنا كامل المعلومات بعد الادعاء ما كشف عن مضمون القرار الاتهامي اللي نحن متأملينه تيثبت الاتهام. المفترض المرحلة الثانية تكون الأدلة الحسية اللي بتكون بعد أعمق من هذه الأدلة الظرفية والأدلة الظاهرة. يعني بتعتقد أبونا أنه بعد إلى ذلك أكيد يعني الشهود والشهود بدهم يجوا لحتى يعطوا إذا بدك المعنى لهذه الأدلة، بده يكون في عنا علاقة فايفيان، يعني علاقة مثل ما بيقولوا تثبيت لهذه الأدلة من خلال الشهود، والأدلة بتيجى كمان تثبت أقوال الشهود. اليوم إذا ما بعرف إذا قدرت تتابع المؤتمر الصحفي، هل تعتقد إنه فريق الدفاع عم بيشتغل على فكرة واحدة هي عدم كفاية الأدلة، أو القول إنه كل هذا ما تقدم هو دليل غير كافي؟ هل يمكن أن يكون للدفاع شيء آخر أو لديه طريق أخرى؟ يعني هذا دوره للدفاع انه يضحط الادله اللي مجمعها الادعاء تثبت براءه المتهمين، واذا كان عندهم غير مقربه ما بيكون عم بيقوم بدوره صحيح كدفاع. نحن بنعرف اليوم في عندنا نظام الدفاع ونظام الادله ضمن نظام المحكمه الخاصه بلبنان. فلليوم فينا نقول لليوم الادعاء عم بيطور موضوع الادله الظرفيه، الدفاع عم بيفرج انه هل الادله الظرفيه بعد ما اجت تتثبت بشكل حسي وبشكل اكثر عميق تورط المتهمين، لانه بعده منطلق من اذا بدك من خلفيه انه هؤلاء الاشخاص عم بتوصلوا بعد، بس بعد ما وصل للادعاء تثبت انه كيف وصل لنتيجه انه مصطفى بدر الدين هو اللي كان معه هالخط او عياش معه الخط، هل النتيجه هيدي بدها توصل مع الوقت؟ لليوم الدفاع عم بيسلط الاضواء انه اذا بدنا فقط ناخذ الاعتبار المناظره اللي قام فيها الادعاء لليوم اكيد هذه غير كافيه، وبتصور يعني الموضوع بعد ما فينا يعني اذا نحن كمشاهدين وبعدنا عم نترقب الامور بهاللعبه البين بون بين الدفاع وبين الادعاء، فكان بالحريم من قبل القضاة اللي بدهم بالفعل يحققوا ويدرسوا ويتفحصوا جميع الأدلة بدقتها تيطلع الحكم مبرم ويكون الحكم ظاهر وبالفعل على مستوى الانتظارات وعلى مستوى العدالة والحقيقة. ما نتوقف لو سمحت أبونا مع فاصل أخير في هذه الحلقة ونعود.